يا جماعة دي كل الحاجات الستاك اللي عندي. بصوا فضيتهم كده من هنا عشان خاطر ايه بقى، دخلت عليكم كده على طول من غير حبايب قلبي عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. دخلت عليكم يلا بينا على شغل البيت بسرعة. هحط دي كده، دي منظمات كنت جايباها وكنت شايلاها بسبب ان انا ما كنتش لاقي لها استخدام، مش لاقي لها مكان. بس الفترة دي خلاص كل حاجة هستخدمها، كل حاجة هطلعها، مش هركن اي حاجة ابدا. امال انا جايباهم ليه؟ عشان يتركنوا؟ فلا، انا هستخدم كل حاجة وبستخدم كل حاجة الحمد لله دلوقتي. هرسم كده زي ما انتم شايفين وهوريكم، هوريكم النظام هيكون عامل ازاي بعد ما اخلص. هشوف الترتيب بتاعهم ايه، الدنيا هعمل ايه، مش هعمل ايه، احاول كده بحيث ان انا انظم كل ده. شكلهم مهما كان متنظم حاسه ان هما متنعكشين، المنظمات دايما دايما بتحل كل حاجه. يعني كده شكله عامل ازاي، كده ما ركبته شكله حلو قوي، حاسه انه بجد هيفرق معايا وهينظم لي الدنيا شويه. مبسوطه جدا جدا ان انا هحطه، بحب جدا ان انا استغل كل حاجه انا اشتريتها حقيقي. ما بحبش الكراكيب عندي وخلاص بصراحه. فهرص دلوقتي الحاجة بتاعتي وبرضه هوريكو بعد ما ارص خالص والدنيا تتظبط الدنيا هتكون عاملة ازاي. قولي الحلاوة والترتيب والتنظيم اللي انا عملته، خطير خطير خطير. انا مرتاحة نفسيا كده جدا فوق ما تتخيلوا، شايفة كل حاجة بعيني، منظمة كل حاجة، الدنيا كلها مترتبة، عارفة اللي عندي واللي مش عندي. خلاص رتبت كل حاجة قدامي كده، كل حاجة شيك. بس بادي لوشن بتاعت باثم بادي ووركس، سبلاش، ميني سو، حاطة هنا بيرفيوم، هنا انا عندي بيرفيوم كتير قوي، بيرفيوم بيرفيوم. دي حاجة مارون يعني، يعني واخد ركن كده بس الحمد لله عنده برضه ستاك من حاجات كتير. سبريهات، سان سكرين بتاع ايف، كل ده بتاع مصيف يعني، دول كده بتاع مصيف. وده كده بتاع مصيف برضو، دي حاجات كلها بتاعت مصيف جميلة قوي. بصوا الحاجات اللي بعمل بيها حمام زيت، ده ستوك من كريم كعب الغزال اللي عندي هنا، ديودرنت، هاند كريم، فوت كريم، ده مرطب لون، زيوت عطرية. بصوا هنا حط المخمريات بتاعت ماي واي، لا رتبتها شكلها حلوة قوي، شكلها شيك جدا، ترتيب وراحة نفسية ديني بجد. انا كنت عايزه حل للحوارات دي، انا بحب جدا المنظمات، في عشق المنظمات بصراحه. اللي انا مش عايزه استخدمه تاني وهطلعه جفت هو ده، ده من ايفون كير، ده ماسك كده بالخيار والصبار، ده بيل اوف ماسك، وانا خلاص استحاله استخدم بيل اوف ماسك تاني خالص، خاصة بتاع ايفون ده ما عجبنيش بصراحة نهائي، مش حباه وعايزة اسلكه بقى، اللي هو خلاص انا مش عايزة استخدمه خالص فزهقت منه. تاني حاجة البرفيوم ده من جوتشي، ده طبعا الهاي كوبي مش الكوبي، ماشي، مش عاجبني ريحته، ريحته بتخنقني قوي قوي قوي، فلا انا هدي لماما بدل ما الحاجة تفضل مركونة عندي وانا اكون مش حابة استخدمها، فواي نوت ان انا اديها لحد تاني يستفيد منها وهيكون محتاجها كمان اكتر مني وكده. فيا جماعة لو في حاجة عندكم مركونة وانتم مش عايزين تستخدموها ادوها لحد تاني، ما تفضلوش راكنينها جنب منكم كده ومقعدينها، لو بالغصب كده هتقعدي وهستخدمك وانتي كارهاها، لا اديها لحد تاني هيكون عايزها اكتر منك، يمكن يكون محتاجها اكتر منك بكتير وتكون جاتله في وقت مناسب. فاهمين قصدي ايه؟ يا رب تكونوا فاهمين قصدي. يعني الماسك ده انا هعرضه على ماما، لو ماما مش عايزاه هديه لبنت عمتي تكون محتاجاه اكتر مني، تكون ما عندهاش ماسكات، تكون عايز تشتري ماسك بس معهاش. فاهمين قصدي ايه؟ فالحوارات دي كلها انا بكون حاسه بالناس وعارفه الناس دي عايزه ايه ومش عايزه ايه وكده يعني، فلا ياخدوا الحاجه يكونوا استفيدوا بيها اكتر. فاهمين؟ إيه هو البيرفيوم ده كده انا هطلعه اوكي، ف خلاص انا مش عايزاهم وكده انا تمام، ارتحت نفسيا جدا. الدروج دي دول بقى ايزابيلا دايما بتقعد تفركش اللي في جواهم وتبوظ الدنيا، بس انا هعيد عليهم ترتيب كده كترتيب سريع. يعني يا جماعة زودت كمان على الديكوريشن اللي وريته لكم الفيديو اللي فات، دي كده كانت قطعة بلاستيك انا مش لاقي لها اي استخدام حرفيا، فحبيت ان انا اضيفها طبع الديكور بتاع الكريسماس. حطيت فيها كده زي ما انتم شايفين الورود دي بتاعت السفر وكده، وحطيت جنبها بابا نويل والشجرة، فبانت كأنها من ديكوريشن الكريسماس. الحمد لله شكلها حلو قوي قوي ولايق. تمام، خدت الورق المجفف ده كده والورد المجفف، بدأت ان انا احطه كده في اماكن، قلت بقى هوزعه كده في اماكن حلوة. بصوا حطيت هنا كده صف
وحطيت شوية هنا. الحمد لله انا رتبت كمان الباف ده، انا عمالة ارتب كده واظبط الدنيا عشان احس بتجديد وتغيير في الشقة. طبعا انا عندي عايزة اقول لكم كمية مانجا مش طبيعية عايزة اطلعها هنا، بس يا جماعة بجد طول ما هي هنا مش عارفة ليه انا مش حابة كده، بحط لما الضيوف بيجوا بس، حتى الكحك والبسكوت وكده دايما بحطه يا اما في التلاجة يا اما في المطبخ، انما ارصه هنا مش عارفة، بحس ان دي للضيوف يعني لما الضيوف بتوعي يجوا احط ليهم، فاهمين؟ حتى اللي بو سوداني وكده بحطوش هنا برضو غير لما يكون عندي ضيوف، فاهمين؟ مش عارفة حد زيي ولا لأ. لقيت علبة التلاجة دي متشالة، قلت لا اطلعها استغلها احط فيها بقى زيتون فلفل كده اي حاجة، يعني كل حاجة بتنفع يا جماعة صدقوني، مفيش حاجة ما بتنفعش. وانا عندي حاجات كتير اصلا مركونة يعني مش لاقي لها مكان. بصوا هنا بقى في البوفيه التاني او الفوتيه التاني حاطة طقم الدربية بتاع العروسة، وحاطة الاتنين يا بنات اللي هم الكفرات بتوع السجاد دول كده مخصصاه للدربية، والاتنين الكفرات هنا بقى. استنوا للي مش يعني اول مرة يشوفني هوريكم، هنا حاطه شويه ليبرات وحاطه رول وحاطه هنا شويه حاجات كده زي ما انتم شايفين استوكات. صباح الخير، معادي النهارده صحيت بدري مش عارفة ليه نومي النهاردة كان فيه شوية أرق، مرتحتش النهاردة في النوم خالص. صحي 6 6 بالظبط، أنا ببص على عربية جوزي مش عارفة أطلع بيها ولا لأ أصلا. يعني عندنا مهمة دلوقتي، مهمة كبيرة أوي أوي أوي. أول ما صحيت كده قلت لأ لازم أعملها عشان أتشكى. معايا الكتاشي بتاعت مروان، بصوا كلها عاملة ازاي يا جماعة، بالله عليكم دي منظر كتاشي اساسا تتلبس. بصوا المناظر عاملة ازاي. مروان هيلك الحاجة، دول سليبرات عادي ان هما يتشطفوا كده، عايزين يتشطفوا مجرد شطف يعني. الكوتشي بتاعي برضو ده لازم يتغسل، بصوا من جوه عامل ازاي. ايه تاني كده، الكوتشي ده اصلا مش عارفة يعني، بص هو اصلا انا هرميه يعني، هو الماتيريال بتاعته مش حلو خالص وما يستحقش اصلا ان هو فاهمين اللي هو نبذله فيه مجهود اصلا او كده يعني. فهو ده عايز ايه ان هو يترمى، او هخلي ماما توديه لحد تاني ممكن يكون هو محتاجه اكتر وهيعرف يعني يصلحه او كده، فانا هحطه في كيسه بصراحة عشان حرام وخسارة. ده سليبر وده فين فردة السليبر ده يعني، انا هشوف الدنيا بس هوريكوا دلوقتي هغسلهم ازاي. ودي كده هكنسها كويس جدا ولمعها، الجزامة الصغنونة دي هي تبان لكم انها مش عملية، بس والله العظيم يا جماعة عملية بجد وحلوة جدا. لقيت ماما جايبة البلة بونبوني، ايزابيلا عاشقة للبونبوني يا جماعة، يعني اللي يحب ايزابيلا يجيب لها بونبوني بجد بتعشقه. جابت لها جيلي، فايزابيلا عاشقة للجيلي برضه، فاللي يحب ايزابيلا يجيب لها بونبوني وجيلي الاتنين، هي بتحبهم جدا، عندها من الحاجات الأساسية اللي في حياتها كده. هاخد الجيلي ده احطه في التلاجة عشان خاطر ايزابيلا لما تصحى بقى باكله. كده الكتاشي هم 4 هم اللي عايزين يتغسلوا غسلة محترمة، وما شاء الله الـ4 لونهم ابيض. بصوا الا واحد طبعا في الاتساخ، هو الكوتشي بتاعي في اتساخ داخلي بس ما فيش خارجي، لان الماتريال بتاعته من جوه مش افضل حاجة، قابلة جدا جدا انها تتلوث. وبتعمرهم بقى بصوا خلاص، عمرهم جايب اخرهم واخر اخر 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 اخرهم فاهمين. فدلوقتي هحط بقى ايه المنظف بتاعي وهديهم دش، وكمان هحط من اللهلوبة بتاعت ماي واي، لان الناس كتير قوي قالت لي جربي اللهلوبة مش هتندمي في الكتاشي البيضة، فانا عايزة اجربها دلوقتي واشوف الدنيا بتاعتها ايه كده، ويا رب فعلا تكون لطيفة وكويسة وتنفع كبديل. يا جدعان انا دعكتهم كده باللهلوبة بجد حلوين قوي، اصلا الكتاشي كانت واصلة لحالة مزرية يعني،
ما كانش فيه امل فيها خالص 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 انها وصلت لمرحله زي دي. فدي حاجه لطيفه جدا. لسه بقى سابوهم ينشفوا وهرستهم كده في الكتامه الصغننه، انا نضفتها وكنستها وفرشتها من اول وجديد وفرشت الحاجه اللي كانت فيها. دول كده بسيبهم يوم كامل وهوريكم شكله يكون عامل ازاي يعني بعد ما كل حاجه تخلص. كنست وخلصت، حطيت التو سليبر تحت ودول كده كتاشي عليه حطيتهم فوق. فضل بس الرفين دول اللي احط فيهم الاربع كتاشي اللي انا غسلتهم معاكم. مروان جايب لي الكبده اللي انتوا شفتوها دي، طعمها حلو قوي قوي قوي، وكان فطار بجد جديد. صورت بيها ريلز على تيك توك حلوه قوي، وصورت برضو بالاشطوطه دي ريلز على تيك توك جامد جدا. دي اشطوطه مانجا يا جماعه، تمام، بتبقى عباره عن طبقه رز بلبن، طبقه كيك فانيلا، وطبقه مانجا. طبعا انا بصور لكم، ايزابيلا صاحيه فتغاضوا عن اي صوت سمعتوه من اول الفيديو لايزابيلا، سوري. بس اوديها فين يعني، اوديها فين مش عارفه. فدلوقتي هروح استمتع بالاشطوطه دي، وبعديها كده اعمل كوبايه نسكافيه كده، احبس بقى كل اللي انا اكلته ده والبلاوي اللي انا عملتها دي. كوباية النسكافيه القمر بتاعتي، مصورتلكوش خطوات ولا اي حاجة لاني بصورها معاكوا كل يوم، فحبيت النهاردة كده اديكم مقتطفات عنها بس كده. طبعا انا بعمل نسكافيه البلاك العادي خالص، اللي هيقولي مقاطعة مش جمان، عندي كمية منه كبيرة جدا جدا جدا، ماما كانت بتجيبلي ومروان كان بيجيبلي لان انا معرفش اعيش من غيره. فان شاء الله لما يخلص انا يعني لما اروح كارفور وكده هحاول ان انا اجيب اللي هو مصر كافيه ده، عايزه اجربه، وعايزه اجرب تقريبا بتاع ابو عوف مش عارفه. وحطيت شويه كاكاو كده اللي هو كورونا، ما اعتقدش بقى ده مقاطعه، ده كاكاو كورونا يا جماعه، يعني اسم مصري يعني من الاسامي الاصيله يعني. ده شكل كده الكوبايه، بس مكتوب ايه all you need ايه ده in love. جماعة المجات بتاعتي بجد الحاجات المكتوبة عليها جامدة جدا، وبالذات بالذات كان في واحد مكتوب عليه ثواني كده، مش مهم ابقى اقولكوا بعدين، مش مهم. خلينا بس نروح نشرب كده نسكافيه بسرعة وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي يا جماعة بعد ما نظمت كل الرفايع بتاعتي فضيت الدرج كمان اللي اتكسر، مش عارفة قلتلكوا ولا لأ، بس الدرج المطبخ ده اتكسر، يعني لو شديته دلوقتي كله هيتخلع مني، فمش عارفة اعمل ايه بقى وكده. ففضيت كل الرفايع اللي فيه، نظمتها في دراج تانية وظبطت الدنيا. لقيت دول قدام مني بتوع البيض المسلوق، يعني انت بتعملي البيض كده كأنك هتعمليه اومليت وبتحطي عليه الاضافات اللي انت عايزاها، وبعد كده بتحطيه هنا، والعبوات دي بتتحط يعني كأنك بتسلقي البيض جواها، فاهمين يعني بيتغلي. فدول كده بيتحطوا كده يعني في الكسرولة في الحلة، شوفي انت بتحطيه في ايه، بتتسلق تمام، البيضة بتتسلق جوه. فانا دلوقتي بضرب البيض كأني بعمله اومليت عادي، واحط عليه بقى اضافات، احط عليه طماطمية، مش طماطمية كاملة، طماطم يعني، وفلفل الوان، وشوية بقدونس، وطبعا ملح وفلفل اسمر، وشوية شطة صغيرين، وهوريكو النتيجة هتكون عاملة ازاي، تابعوا معايا. عملت ايه، حطيت كده البيض جوه بعد ما قطعت طبعا فلفل الالوان والطماطم والبقدونس فلفل اسمر ملح، بس كده ما حطيتش حاجة تانية، وقلبتهم وحطيتهم كده جوه العبوات. ودلوقتي هسلقهم، هسيبهم عادي المدة اللي انا بسيبها في عمايل البيض العادية عشان يتسلق، وهوريكم النتيجة هتكون عاملة ازاي، رب النتيجة تكون كويسة. في انتظار النتيجة، انا زيكم اول مرة اجربها فهنشوف النتيجة مع بعض. اصلا يا جماعة المضرب ده بتاع النسكافيه القديم لو فاكرينه، اللي هو الفايك ده اللي بيتباع في كل مكان ده، كده انا هاخده معايا عند ماما عشان خاطر ابقى اعمل اضرب بيه النسكافيه هناك وكده، وبيعمل وش بسيط خالص اللي هو ايه، يفي بالغرض وخلاص يعني، فهاخده معايا. فده كده هطلعه، ده بقى هيترمى للاسف. الميزان ده كنت بحبه، بس ايه اللي حصل بقى، هو يعني بص هو جاي مع الضمان بتاعه كل حاجه، بس للاسف يعني الحجاره ملحت. اوكي يعني بصوا مش عارفه اطلع لكم بسبب، اهو دي ملحت فبوظت،
فمش عارفة هو ليه عمل كده. طبعا هو جودته مش احسن حاجة في الدنيا، بس هو باظ كده خلاص، فانا مضطرة ارميه بدل ما هو مركون عندي وخلاص، فاهمين؟ مش عايزة كراكيب خالص، دي البلة تلعب بيه بقى. مع النتيجة ابهرتني، لا انا كبهير انبهرت. الجمدان والعسل ده، عارفين بقى لو كنت حطيت جبنة موتزاريلا او حطيت اي نوع من انواع الجبن، جبنة كيري اي حاجة، يا خرابي على الجمدان. بصوا شكل القلب بتاع البيضة تحفة، شكل الوردة، شكل النجمة، شكل الكورة، كل حاجة بيرفكتو، كل حاجة قمر قمر قمر. اعجبت جدا جدا جدا، حقيقي حقيقي اتبسطت من التجربة دي. انا مش عارفه ليه انا ما بعملش كده على طول، يعني اقعد اجرب بقى واعمل حاجات حلوه وكده، بس يعني الحمد لله يعني جت حلوه. الصوره دي بتاعتي انا ومرون، استنى اوريها لكم. انا قررت دلوقتي ان انا الزقها على باب اوضه النوم، اوكي اهو، جميله قوي قوي قوي. بحب الصوره دي فوق ما انتوا تتخيلوا بجد، إيه ليها ذكريات كتير قوي. ودي كانت خروجه يعني في الفالنتاين، بس شكلي مرون كان عسل قوي. هنا هقص الحتت البيضه دي اللي ملهاش لازمه، هي يعني اصلا متلوثه، وهلزقها باللزق الدبل فيس وهوريها لكم. يا جماعه شكلها على الباب بتاع اوضه النوم بقت عامله ازاي. انا اصلا من اول ما عملتها كان عشان القاعه بتاعه الفرح، بس اول ما عملتها وانا قررت احطها هنا، شكلها حلو قوي قوي قوي. وبصوا صح احنا كنا عاملين ماتشنج من غير ما نتفق على فكره يعني، فبصوا بجد حلوة، ينبكسلة شوية بس حلوة يعني. بس إيزابيلا بتقول بابا اوكي حلوين. حبيت ان انا كده اكمل الديكوريشن بتاعت الكريسماس، حطيت بقى كده الشمعة دي، وشمعة مرسوم عليها لوف بينك، وده تفاحة كده اخضر بالروايح، طبعا كل ده شمع عطري، ودي ريحتها خطيرة وشكلها خطير، ودي كده بالبيتش او بالخوخ، ودي كده لوف وحمراء اخيرا، يعني حاجة لايقة على الكريسماس وكده. حطيتهم كده هنا على السفرة، يعني حط يعني حاجة كده تدي ايحاء للي يدخل ان خلاص في كريسماس وكده. ادي كده بصوا، بس ايزابيلا بتستغل الفرصة يا جماعة وبتعمل اي حاجة. عايزة يعني اعمل كده فرع النور ده، القلم ده مش مكانه، بحاول ان انا اخلي كل حاجة كده في مكانها وكل حاجة منظمة كده، حلوة قوي قوي قوي. وانا راضية كده عن الديكوريشن، اي نعم كنت عايزة حاجات اكتر من كده، بس انا مبسوطة بالديكوريشن اللي انا عملتها يعني. كده حطيت هنا المناديل دي متعددة الاستخدامات. بصوا يا جماعة دي بتستخدميها 3-4 مرات عادي جدا، وتغسليها وتستخدميها. حطيتها هنا كده عشان تملى الحتة دي، في نفس الوقت شكلها برضو شيك في المطبخ. النهاردة زنانين خالص، اكيد انتم ملاحظين في الفيديو ده، زن 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 ما بيخلص. انا كده هقفل معاكم الفيديو لحد هنا، عشان كده انف يا جماعة. يلا باي.